الرحمن الرحيم. ثم تبعتوا معنا بانه على اثر الانتخابات ديال 18 تنوير الامانه العامه ديال الحزب دارت بلاغ عبرت فيه على جمله من الامور على الملاحظات ديالنا كحزب على الانتخابات والظروف الجرات والى اخره وما شابه من اختلالات، وعلى اثر ذلك قدمت استقاله ديالها وتمت الدعوه الى يعني مجلس وطني ل يعني اتخاذ التدابير المتعلقه بالدعوه الى عقد مؤتمر استثنائي. بطبيعه الحال احنا اليوم كنعقدوا هذا المؤتمر الاستثنائي من اجل اختيار قياده جديده تتولى مهمه تحضير المؤتمر العادي. فاحنا بالنسبه الينا يعني هذه محطه ديمقراطيه اضافيه في الحياه ديال حزب العداله والتنميه. بكل تاكيد انه غادي يكون نقاش حر بحال العاده، وفي نهايه المطاف غادي نختاروا بطريقه ديمقراطيه قياده جديده هي اللي غادي تولى تحضير المؤتمر العادي، بما يعني بالنسبه الي يعني اعاده طرح الاسئله الحقيقيه واعداد الاجوبه الحقيقيه المناسبه من جهه بناء على خلاصه التشخيص ديال التقييم وتقييم الاداء ديالنا كحزب بصفه عامه خلال المرحله اللي فاتت، وايضا بما ينسجم مع تقديم اجوبه تتلائم مع التطورات السياسيه اللي عرفتها بلادنا. لا لا ابدا، هذا مؤتمر استثنائي غادي يعطينا الاليات، غيعطينا قياده جديده تتمتع بمشروعيه ديمقراطيه داخليه تتولى يعني القيام بمهام سيوكلها الى المؤتمر. لذلك التحدي الاكبر احنا بالنسبه الينا شخصيا ماشي هو يعني هذا الاستحقاق اللي كيبقى استحقاق عنده القيمه ديالو بحسب المخرجات ديالو، ولكن الاهم بالنسبه الي هو شنو هو العرض السياسي، شنو هي المراجعات، شنو هي الاسئله، شنو هي الاجوبه اللي غادي يعطي حزب العداله والتنميه على انطلاقا مما مضى وبما يعني ما يلزم بالنسبه للمستقبل.